كرومري ماشي. هل تفتكروا الانجليز هيسكتوا؟ لا طبعا، بس مين اللي جه بعد اللويد كرومر؟ المصريين عملوا ايه؟ اكيد قاموا الاحتلال. طب مين كان قائدهم؟ لا بصراحه ما اعرفش. طب تعالوا نروح زهره تحكينا عن كل الحاجات دي. ماشي يلا بينا. يلا بينا. اهلا 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 اهلا، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. من بدري دلوقتي. حماسك مجنني، قولي. هو ايه اللي حصل بعد اللور كرومر ومين خد مكانه وكده؟ اوكي، اللي حصل بعد اللور كرومر كان جه واحد بعدها اسمه سير هنري ماكمهون. بس مش مهم سير هنري ماكمهون قوي، لان في الوقت ده بعدها قامت الحرب العالميه الاولى، اللي هي كانت ما بين مين ومين؟ فاكرين الحرب العالميه الاولى؟ فرنسا وانجلترا وضد المانيا وتركيا، اللي هي كانت ساعتها الدوله العثمانيه، وكانت نهايه الدوله العثمانيه بعد الحرب العالميه الاولى دي خالص. وطبعا انجلترا كسبت، بس برضو كانت خسرت قوات كتيره قوي، كانت منهكه قوي 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 من الحرب العالميه الاولى. الحرب العالميه الاولى كانت خلصت سنه 1918. بعدها بقى خلاص كان سير هنري ماكمهون مشي، وجي بعده واحد اسمه سير وينجت. سير وينجت اصلا كان في السودان، كان هو القائد بتاع قوات الاحتلال في السودان بالظبط. ولما قامت مشاكل في السودان، والسودان قامت فيها ثوره ومظاهرات وكده، هو كان الحاكم في السودان. كان هو اللي مسؤول، مش الحاكم في السودان، مش حاكم على السودان. كان المندوب السامي البريطاني، وكان هو اللي مسؤول عن القوات اللي موجوده والاحتلال الموجود في السودان. لما السودان بعد كده صارت عليه مشوم السودان، وجي على القاهره. مسك هو بدل اللورد هنري ماكمهون، وبقى هو المندوب السامي البريطاني المسؤول في مصر. مصري ولا انجليزي يا بنتي؟ كل دول انجليز. كل دول تبع احتلال انجليزي. خلاص جه قعد في القاهره. بعدها بسنه قامت ثوره 19. كانت قامت ليه؟ لان السير وينجت كان قاعد بقى مع المصريين، وابتدى يشوف ايه اللي بيحصل وكده. هو جاي اصلا من السودان، كان ابتدى يتعود على السودان ومتضايق جدا، فكان حاول فكان هو حافظها هناك عن مصر، عن القاهره طبعا. فجه بقى القاهره عايز يسيطر ويشوف ايه اللي بيحصل. فساعتها كان في زعماء ومقاومه شعبيه كبيره قوي، منهم زعيم مهم قوي قوي وخطر عليه، اسمه الزعيم سعد زغلول. برافو يا اسطوره. سعد زغلول ساعتها كان بيمثل، كان كويس جدا طبعا. وكان زعيم ومقاوم كبير قوي قوي. فقرر ان هو عايز يخلص منه، فساعتها عمل القرار بتاع نفيه، ان هو يتنفي من مصر ويمشي. هو اللي نفوا مين؟ اللي نفى سعد زغلول مين؟ اللي اصدر القرار قصدك؟ سير وينجت. علشان هو بالنسبه له عامله مشكله، يعني عامله مشكله وخطر، وبيعمل مقاومه وبيقول المصريين عليه، وهو عايز يسيطر لسه جاي. سيبوني بقى، سيبوني بقى عايز اسيطر. طب نسكت الراجل ده ونمشيه. فالراجل اللي هو قال ان احنا عايزين نسكته ونمشيه ده كان عنده مقاومه شعبيه. ايوه، لان كان عنده شعبيه كبيره جدا جدا، وكان مؤثر في ناس كتير. فكانت لاول مره تحصل ثوره كبيره جدا، تنزل فيها ستات لاول مره بيشاركوا في مظاهرات، وكل طوائف كان الشعب. كان في حد في البيت؟ حد واحد؟ مفيش. كل المصريين بره الشارع نزلوا مظاهرات علشان يطالبوا بالافراج عن سعد زغلول، وبانه يتراجعوا عن النفيو. فبالتالي بقت مصر في حاله فوضى كبيره جدا، وثوره عارمه جدا في وجهه نظر الانجليز. والراجل لسه ماسك، لسه جاي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، عايز يسيطر. طب هنعمل ايه؟ مش عارف يعمل حاجه. فبقى يقمع المظاهره بشكل قوي، وابتدى يدخل الناس ان هم يبقوا الجيش، يعني ان هو يبقى بيحارب الثوره دي. هو يعني ايه يقمع؟ يقمع يعني بالقوه يسيطر على الثوره بالظبط. ساعتها اصلا بقى هو احنا خارجين من حرب عالميه اولى، فما فيش اصلا ناس في الجيش البريطاني قوي. والجيش المصري معتمد عليه، هو الجيش المصري نصه او يعني جزء منه مع الثوره اصلا، مع المصريين، وجزء تاني مع الولاء للخديوي، وجزء مع الانجليز عايزين يعني يمشي حالهم، اللي هو البوليس المصري. فابتدت الدنيا ما يبقاش فيها سيطره جدا، والشعب كل ما يتقتل بقى في حصل ناس كتير قوي 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 للاسف سقطوا شهداء في الثوره دي وماتوا. فده يحصل يقوم الشعب ثاير اكتر، فالدنيا تقوم اكتر، فالمظاهرات فيسخنوا المصريين اكتر، عمالين ناس تموت في وسطهم، وكان اول مره يعني المنظر ده يبقى بيحصل. فوضع بقى صعب جدا جدا، وبريطانيا ابتدت تبقى بتقلق، لانه القاهره تحولت الى زي مسبحه زومبيز. وبقى في قتله كتير قوي وجرحى كتير قوي بيسقطوا. فرئيس الوزراء ساعتها كان اسمه ديفيد جورج،
وكان ابتدى يقلق. وعمل بعد كده بقى ايه ديفيد جورج، راح عزل السير وينجت وجاب بعدها واحد اسمه السير ليمبي. اوكي ليمبي ليمبي والله ده اللي حصل. المهم هو جاب السير ليمبي، والسير ليمبي حاول ان هو برضو يبقى بيتدخل، معرفش يعمل حاجه قوي، الدنيا كانت ساعتها قويه جدا. وعملوا ساعتها شكلوا لجنه اسمها لجنه ميلنر برئاسه واحد اسمه ميلنر. اللجنه دي قرروا ان هم يقعدوا يتفاوضوا مع المصريين ويشوفوا هيعملوا ايه ويحلوا الازمه. وساعتها افرجوا عن سعد زغلول، بس ده كان صعب ان هم يعملوا كده. ان هم يعملوا الخطه دي ويفرجوا عن كان صعب عليهم طبعا في الاول، ما كانوش موافقين خالص خالص خالص. وبعد كده مستحيله، صعب جدا يتعمل. ليه مستحيل؟ يعني صعب ان هم يعملوا كده. ليه صعب؟ يعني بالنسبه لي صعب ان هم، هو كان صعب طبعا لانهم كانوا طبعا يعني في حاجات بتحصل برضو بالظبط، اقويه جدا وعنده جدا، وكانوا اصلا من الاول خالص القرار ده علشان هم عايزين نبعدهم. فكل حاجه كانت بتحصل بتخليهم يبقوا بيقربوا اكتر، عايزين نبعد سعد زغلول عنكم، فلا مش هتبعدوه، طب احنا هننزل مظاهره، هنموت منكم الناس، طب هننزل اكتر، ايه ده في ستات بتنزل وفي شيوخ بينزلوا، هننزل اكتر واكتر. فالموضوع فرض بقى من تحت ايديهم، وحسوا ان مصر بقى هتتحول لمذبحه واحنا ده مش عايزينه خالص، وده هيثير طبعا راي العام بره في اوروبا اكتر بكتير من اللي كان بيحصل. دي مش ثوره عربيه كمان، دي ثوره 19، دي مات فيها جرحى وقتلى كتير، يعني مات فيها قتلى كتير قوي، حصل فيها جرحى كتير قوي قوي قوي. فساعتها اضطروا ان هم يبقوا فعلا بيفرجوا عن سعد زغلول. نزلت الشوارع تهلل وتفرح وتبقى مبسوطه جدا بالافراج عن سعد زغلول. جت حكومه بريطانيا، وجاء ميلنر، اللجنه بتاعت ميلنر دي جم قدموا ساعتها مشروع معاهده، ان هم يعملوا معاهده ما بين بريطانيا ومصر وتبقى الدنيا ايه، بس طبعا هنهدي الموضوع. بالظبط المصريين قالوا كده بالظبط، قالوا لا، الاستقلال التام او الموت الزقام، احنا عايزين استقلال تام، مش هنفضل ما نعمل معاهدات وتضحكوا علينا ويبقى برضو الحكم تحت سيطرتكم. يعني بتاخدنا على قد عقلنا، بتاخدنا على عايز بالزبط. عايز ان انت تحتل لنا اصلا من الاول وفي الاخر. بالظبط كده، احنا عايزين استقلال تام، بتعمل كل ده عشان ده اصلا. بالظبط. فساعتها اتوتر جدا رئيس الوزراء البريطاني، وحس انه معاهده ميلنر دي مش ماشيه، وان المصريين مش هيبقى ايه، مش هيكون معاهم الكلام ده. ساعتها اتعين سعد زغلول كرئيس للوزراء، والمصريين حسوا بنجاح رهيب ان هم عرفوا يوصلوا سعد زغلول يبقى رئيس الوزراء، وان الدنيا تبقى تنجح، وان واحد منهم اخيرا بقى هو بقى رئيس الوزراء، وهيعرف يرعى مصالحه وهيعرف يعمل حاجات كتيره جدا. وبالفعل حكومه سعد زغلول كانت حكومه مهمه جدا جدا للشعب المصري. بس حصلت حركه ما خليتهاش تقعد كتير للاسف الشديد. ايه؟ هقول لكم بقى. كان ساعتها في قائد الجيوش اسمه سيرلي ستانك، خلاص؟ ده كان قائد جيوش بريطانيا وقائد جيوش مصر والسودان. ماشي. الراجل ده تم اغتياله على ايد مصريين، المقاومه الشعبيه شغاله بقى. ففي برضه شويه شباب عايزين يبقوا بيغتالوا علشان ياخدوا حقهم ويعملوا الحركات دي. طبعا. فاغتالوا سيرلي ستانك. لما اغتالوا سيرلي ستانك كانت حاجه كبيره قوي عند بريطانيا. ساعتها طلبوا من حكومه سعد زغلول انه يقدم اعتذار رسمي، وانه يعترف ان الحركه دي حصلت على ايد مصريين، فبناء عليه يدفعوا فديه 500,000 جنيه، وده كان مبلغ مهول ساعتها. ومش بس كده، يتعمل للسيرلي ستانك جنازه عسكريه مهيبه تليق بالمركز بتاعه وتليق باللي حصل فيه والغدر اللي حصل فيه. هو موتوه يعني؟ موتوه، اختلوه. بالظبط. ما وافقش هو، ما وافقش فعلا يا ناديه، ما هو ما وافقش. ونفوه تاني صح؟ ايه؟ نفوه تاني لحته تانيه؟ قبل ما ينفوه هو ما وافقش، ورفض الطريقه المتعاليه اللي بيتكلموا ومعاه بيها، والفديه اللي المفروض يدفعها، وما عملش حاجه غير الجنازه العسكريه يعني، وده كان مضايقهم جدا، فاضطر ان هو يقدم استقالته. فقدم استقالته، ما بقاش هو رئيس الوزراء. في الوقت ده بقى والمظاهرات شغاله والوزاره شغاله وسعد زغلول بيقاوم، كان ساعتها طلع كده في النص الملك فؤاد، قرر ان هو يعمل حركه بقى قويه جدا. ايه هي؟ يعلن استقلال حكم مصر ومفيش انجلترا والغاء الحمايه. ايوه هي. بس ساعتها سعد زغلول برضو حس ان انت بتستغل كل اللي حصل ده، والمقاومه الشعبيه وثوره 19 واللي احنا قاعدين بنعمله دوت، في ان انت تبقى بتلغي الحمايه كده وجاي مع نفسك كده تقول انا هبقى الملك. وطبعا بريطانيا متضايقه من الكلام ده برضو جدا، ومش نافع يعني. طبعا. فساعتها كانت حصلت برضو ايه مشكلات، وسعد زغلول اعلن غضبه
عن القرار ده، وانجلترا اعلنت طبعا غضبها، ودخلنا في قصه تانية مع الملك فؤاد ساعتها. بس هنحكيها بعدين، هنحكيها طبعا بعدين. بس عايزه اقول لكم انه في الوقت ده ايه هدف المصريين؟ ايه هدف المصريين؟ ان هم كانوا يخلوا مصر مستقله، استقلال التام. كان حتى مفيش حد يجي يحتلنا. كان الشعار بتاع الثوره وهم نازلين بيقولوا محدش فات الاستقلال التام والموت الزهاق، يعني امشوا مش عايزين اي حد بره مصر يبقى بيحكم مصر غيرنا. ده كان الهدف بتاعهم الاول والاخير. في نفس ذات الوقت كان قدامه في ناس كتير قوي، وكان في مندوب سامي بريطاني، وكان في قائد جيش اتقتل، وكان في ناس بتحاول ان هي تبقى بتعمل شغلها صح من وجهه نظرها كقاده انجليز عندهم مهمه. بس الحقيقه ان في الوقت ده كان الوقت ابتدى يبقى صعب شويه. الفكره كلها انه بقى صعب قوي، بقى صعب قوي، وخاصه لإنجلترا. لإنجلترا، وخاصة إنجلترا كانت منهكة قوي بعد الحرب العالمية الأولى، فابتدوا إن هم يركزوا برضو أكتر على فكرة الاحتلال الثقافي والوعي الثقافي وإحباط المقاومة، وإن هم أول ما حد يطلع يبتدي يبقى بيتكلم يقعدوا يحبطوه، يا ينفوه، يسجنوه، يا يمشوه، الصحف برضو يحاولوا يسيطروا عليها زي ما اتكلمنا قبل كده. يعني كان في طول الوقت زي مناورات، ده لا دول هيسكتوا ولا دول هيسكتوا. قاعدين مكملين لحد ما لحد الجلاء اللي احنا لسه ما وصلناهوش وهنوصل له بعدين. هو مين ده؟ ده السير سيرلي ستانك، هو ده اللي تم اغتياله. بس بالاي اي. بالاي اي طبعا يا سوسي، برافو. طيب طيب وايه عجبكم تاني بقى؟ انا عجبني شجاعه المصريين، وان هم المقاومه بتاعتهم ان هم عايزين بلدهم، يعني عجبني مش عايزين حد يحكمهم. انا عجبني برضو من بره، يعني كلهم طلعوا ومفيش حد قاعد في البيت مستني حاجه، كلهم بتتكلم على ثوره 19 مايلي. اوكي بيدافعوا على البلد. اوكي لما كلهم نزلوا واشتركوا وعملوا حاجات كتيره جدا، وخلاهم ان هم يمشوا، يعني يمشوا الحكام. صح يا ولاد، لو احنا ركزنا برضو هنلاقي انه لورد كرومر واتباعه، سواء اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هو سير وينجت او سير ليستانك او ليمبي او سير ليمبي، كل دول ماشيين على نفس الخطة. هم ضباط عندهم مكلفين عندهم ميشن بالظبط، مكلفين بميشن معينه بيحاولوا ان هم يفرضوها باكتر حاجه. صحيح عندهم اخطاء، زي ان هو مثلا يبقى بيفكر ان هو يعزل سعد زغلول، ولما يفكر يعزل سعد زغلول الناس تنزل، يفكر ان هو ينزل القوات ويبتدي يضرب عليهم نار ويموت منهم ناس، فالناس تبقى بتستفز اكتر فتنزل اكتر. بس هو طول الوقت هو كان بيحاول الحقيقه ان هو يسيطر، وبيحاول يبين للناس عنده في انجلترا ان هو شاطر ومسيطر وقادر اسيطر على الوضع وكده. بس طول الوقت برضو نفس الوقت نفس في بارالل لاين كده، خط موازي، ان المصريين كل ما يقع منهم حد يبقوا بيتكاتفوا اكتر وبيبقوا في ظهره اكتر، بيتضايقوا اكتر كل ما يتعرضوا لظلم اكتر، والمقاومه صوتهم يعلى اكتر فيقعدوا يقرفوا في بعض. انا مبسوطه كمان ان اما ماشي الولد اللي كان بيرخم عليهم عملوا احتفال. ايه دي اللي هي انهي واحده؟ اللي هما كانوا سعد زغلول لما بطل لما تناب. طب اقول لك على حاجه يا سوسي، بما انك فكرتيني بموضوع الاحتفالات ده واحنا بنتكلم عن سير ليمبي، انت عارفه لغايه النهارده بتحصل حاجه في بورسعيد لطيفه جدا. ايه؟ سير ليمبي مره راح بورسعيد علشان يزورها، يعني لقى ان طبعا شعب بورسعيد يعني في المقاومه ما اقولكوش ابطال وقصص كتير قوي قوي بتحكي عن بطلتهم وشجاعتهم، بس استفزوه بقى بطريقه مختلفه خالص. راح ولقى احتفال كبير قوي ان هو رايح جايبين فيه عروسه كبيره جدا 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 شبهه. يعني ايه عروسه كبيره؟ عروسه ما عاملين عروسه شبهه. ورقوا افتكر بقى ان هم بيحتفلوا بيه، الراجل فرح بقى قال لك الله ايه ده شبهي بالظبط. راح ماسكين عروسه راح حرقنها في وشه. وده كان طبعا يعني زي كده ايه، زي حركه كده بيضحكوا عليه برانك. يعني هو فكره ان انت رمز، والرمز بالنسبه لنا احنا عاملينه عروسه وبنحرقه، فده كده مسج ليه لانه انت ولا حاجه بالنسبه لنا، احنا عايزين نحرقك. كويس انا عجبني عجبك يا فبيحتفلوا بيها لغايه النهارده. اهل بورسعيد بيحتفلوا على فكره بالموضوع ده، يجيبوا عروسه ويحرقوها برضو، وده يعني كجزء كده من اكن هو موجود، اكن هو ومش اكن هو موجود كمان، احتفالا بمقاومه الشعب البورسعيدي والشعب المصري بشكل عام ضد الاحتلال الانجليزي. ماشي. فده بمناسبه الاحتفالات، يعني فكرتيني احكي لك الموضوع ده كمان. اوكي ماشي. بس يعني مقاومه كتيره جدا طبعا كانت شغاله في الوقت ده، وهم في وجهه نظرهم كانوا بيحاولوا ان هم يعملوا الميشن بتاعتهم باحسن صوره، ولكن الحمد لله انتصار الاراده المصريه فضلت طول الوقت تعكنن عليهم طول ال70 سنه اللي كانوا قاعدين. ازاي بقى
الانجليز طلعوا من مصر، مين طلعهم؟ برضو دي قصة تانية بعدين، اما عشان هم قعدوا 70 سنة يا نادية، فانا كل مرة احكي لك حبة من السبعين دول حصل فيهم ايه. بس لسه موصلناش للحتة او الوقت الأخيرة. او القرار الاخير بتاع جلاء الانجليز عن مصر. ماشي. دي قصة اصلها لازم تتحكي على رواقة كده. أيوه. بس لازم توصلوا الكلام ده للأستاذة أليس والأستاذ يحيى بالظبط كده، احكولوا وتعالوا بقى المرة الجاية اكمل لكم الحكاية واقول لكم ماشي وخالص اوفيشلي يعني هي المرة الجاية هي خالص كده الانجليز يكون ماشي. قول يا رب. يا رب. ان شاء الله المره الجايه. اوكي خلاص يا ولاد، باي باي.